والتين ورب التين. لو نأخذ واحدة تين ثم نفتحها، كم بداخلها من البذور؟ في أحد يقدر يعدها؟ التمرة تجد فيها نواة واحدة، الزيتون نواة واحدة، لكن التين كم حبة؟ ولتعلم أن كل بذرة من هذه تنبت شجرة زيتونة، شجرة تين الحالة. إذن التين الواحدة كم فيها من البذور؟ وكل بذرة تنبت شجرة، وكل شجرة تنبت كم من التين، وكم من التين في بذور، أصبح كم في كم في كم من النعم لله جل وعلا في التين الواحد. واضح لكم؟ والتين، إذن عندما تأخذ التين الواحدة هذه فيها من الدلالة على ربوبية الله ولطفه وكرمه ما لا يحصيه عد. هذا يدفعنا لأربع كلمات. الكلمة الأولى إيجاد، والكلمة الثانية إعداد، والكلمة الثالثة إمداد، والكلمة الرابعة إرشاد، والكلمة الخامسة نسيتها إسعاد. قال نأخذ واحدة تينة وننظر للكلمات الخمسة. التينة والإيجاد، من أوجدها؟ الله. التينة والإعداد، من أعدها بهذا المستوى وبهذا الشكل؟ الله. التينة والإمداد، من جعل فيها إمدادها بداخلها الإمداد الذي يمدها فلا تنقطع؟ لو لم يكن بداخلها النوى الذي تنبت منه كان انتهت، لكن بداخلها الإمداد. طيب، والإرشاد، من الذي أرشد الإنسان أن يأكلها وألهمه أن يأكلها؟ مو في نباتات أخرى لم يأكلها الإنسان؟ إرشاد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر الرزق فهدى له. إسعاد، ما الذي جعل في الأكل لها إسعاد؟ الجائع يأكلها فيشبع، والمريض يأكلها فيبرأ، فقد جعل الله فيها غذاء وفيها أيضا دواء وفيها أيضا شفاء. غذاء ودواء وشفاء، عندما يأكل المريض يشفى، وهي دواء في حد ذاتها وهي غذاء أيضا في حد ذاتها. والعجيب أن التين مثل العسل، يعالج الأمراض، أمراض البرد وأمراض الحر. العسل إذا أضفت إليه الماء كان باردا يعالج أمراض الحرارة، وإذا وضعت على النار ونزعت الرغوة كان حارا ويعالج أمراض البرودة. التين اليابس إذا وضعت على النار كان حارا وعالج أمراض البرودة، وإذا أخذته رطبا ووضعته في الماء البارد كان باردا ويعالج أمراض الحرارة. إذن شفاء ودواء. والتين والزيتون، الزيتون نفس الكلام في التين، إيجاد إعداد إمداد إرشاد إسعاد، كلها فيه لتعلم أنها آية تدل على أنه لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالنظر للطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى التين، انظر إلى الزيتون، انظر إلى التمر، انظر إلى القمح، انظر إلى ما تأكل، من أين جاء ومن الذي جاء به. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ وهذه النظرة لهذه النباتات عموما والفواكه وإلى آخره، والمختلفة تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا مالح وهذا حالي وهذا حار وهذا بارد وهذا كبير وهذا صغير إلى آخره.